ذكر الرحمن جل جلاله لهذا القرآن العظيم في مهمته وظيفتين للمؤمنين يقابلون بها القرآن. قال سبحانه وتعالى في ذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر والتذكر. فأنزل الله القرآن على نبيه المصطفى، فمن مقاصده العظمى أن تتدبر آياته، ليتدبروا آياته. والخطاب لعموم المؤمنين أن يتدبروا هذه الآيات، من يتأملوا معانيها ويمعن النظر في دلالاتها ومفاداتها وإشاراتها وما تحتويه. قال تعالى في الآية الأخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيخل بهذه المهمة من لم يحسن التدبر في القرآن، وإن تلا مجموعة من الآيات أو السورة والأجزاء من دون أن يحضر فكرة ويتدبر في معاني ما يخاطبنا الله به ويدلنا عليه جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الوظيفة الأولى، ومنها تخرج الوظيفة الثانية، ويختص بها من توفر حظه من اللب والعقل والقلب والروح. وليتذكر أولو الألباب، فإنه عند التدبر لهذه المعاني بالإمعان واليقين التام ينكشف للروح حقائق ما أشارت إليه الآيات وما أخذ علينا رب الأرض والسماوات من العهود في الإيمان به، وأن لا نشرك به شيئا، وأن لا نعبد الشيطان، وأن نعبده وحده جل جلاله. وهذه الأمور التي مرت، وما أودع الله في باطن هذه الروح التي خلقها من أمره جل جلاله يتذكرها، تعود ذكراها إلى هذا المؤمن. وليتذكر أولو الألباب. فما ينبغي لعاقل المؤمن أن يغفل الوظيفتين أمام القرآن، فلا يهجر القرآن تلاوة ولا تدبرا، ولا يكتفي بذلك، بل يرتقي في سلم التذكر حتى يتذكر ما أودع في بطنه وما جرى عليه في عالم الروح من مواثيق ربه تعالى وعهوده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: ولا يتذكر الإنسان وأن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فتعود ذاكرته إلى بداية النشأة وعظمة القدرة. وليتذكر أولو الألباب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جعلنا الله من أولي الألباب وألحقنا بهم وثبتنا وأثابنا أعظم الثواب. اللهم لا تحل بيننا وبين حسن التدبر، وارزقنا كمال التذكر، وادخلنا في دائرة أهل الصدق معك ممن طاب لهم التنور والتفكر والاهتداء والتبصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن كتابك بصائر جاءتنا من عندك، على لسان حبيبك قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة. اللهم أكرمنا بتنوير البصائر، تنسيقية السرائر، والاتصال للأقوى بكتابك في كل باطن وظاهر يا أرحم الراحمين. وعند ختمنا للقرآن ينبغي أن نتطلب تقويم هاتين الوظيفتين والمهمتين الكبيرتين،
في التدبر والتذكر. ففي هذه السور الكريمة العظيمة خاتمة القرآن ما يحتاجه المؤمن في حسه ومعناه ودنياه وأخراه وظاهره وباطنه وفكره وسلوكه، وفيها أقسام من الله حلف بها، وفيها دلالات وإشارات على البداية والنهاية، وفيها عظيم من التعليمات والتبصيرات والتذكيرات. جعلنا الله إياكم من المتدبرين المتذكرين.